مع بعض قبل الذهاب إلى الجولة اللي وراها الفاصل. دعاء تستعد؟ دعاء مستعدة يا دعاء؟ مستعدة؟ مستعدة. أعطينا جو لجنة الفرز وتحياتي لناصر الهاجري ومعيض العتيبي هادي المنصوري وأبو خالد جمال الشقصي، حياكم الله. يعطيهم العافية جميعاً، ونشوف نشاطهم طوال هذا اليوم، يعطيهم الصحة والعافية، قاعدين يفرزون. طبعاً هذه موضوع آخر عقب بسألة سبب الابتسامة العريضة. نرجع لناصر. ناصر فتح برنامج البيت مجال ومحيط شعري كبير للشعراء الكبار. شفنا أول تغريداتهم على تويتر كانت خاصة في برنامج البيت، فيا ترى تعليقك عن هذا الموضوع. والله هو برنامج البيت فتح المجال للشعراء المبدعين سواء كبار أو صغار. بالنسبة للناس اللي سجلوا حساباتهم، أنا أعرف ناس شخصيا سجلوا في تويتر عشان يشاركون، سجلوا لهم حسابات في تويتر عشان يشاركون في البيت. وفي ناس كان عندهم أساسا حسابات في تويتر، صحيح، كانوا منقطعين عن تويتر فترة، وبعد ما صار برنامج البيت رجعوا لتويتر علشان يشاركون في البرنامج. فمشاركة الناس يعني واضحة ومبينة، يعني أكثر من واحد يعني اللي سجل حساب جديد واللي رجع لحسابه ونشطه مرة ثانية عشان يشارك البيت. هذه كلها بركات البيت، ويستاهل البيت. والله يستاهل.